السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أورنفين أكديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنساوش بارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بيتلك خاوتي باش تفاعلوا ان شاء الله يزيد في القناه تاعكم باذن الله. خاوتي الحلقه تاع اليوم حنخصصها على نادي جزائري، نادي اللي كان يمثل الكره الجزائريه احسن تمثيل، فريق كان قاب او قوسين بالفوز بالبطوله الوطنيه وبفارق شاسع، والان ضيع اللقب بسذاجة بسبب المسيرين وبسبب العصابة التي تحكمه. من هو هذا النادي؟ هو وفاق سطيف العالمي الذي كان له الشرف أنه أول فريق جزائري لعب كأس العالم للأندية بالمغرب. هذا النادي كان مسيطر على البطولة الوطنية هذه السنة بلاعبين شبان موهوبين، كان فارق 10 نقاط في الترتيب، وكل أندية قطعت لياس قالت لك لونطون تدير الشامبيونة، ولكن الآن الفريق تدحرج إلى المرتبة الثانية أو الثالثة وسيتدحرج بسبب لا مبالاة مسيريه. اللي الناس بكري يقول لك قال لك ما يعيط كذب تكذب وربي يجيب لك حقيقتك. للاسف لما تكلمنا عن الوفاق، علاش نحبه مثل السياربي، مثل لامسيا، مثل لامسيو هو فريق القلب، جياسكا، هذو الانديه اللي نحتاجهم يمثلون احسن تمثيل افريقيا ودول. ولكن للاسف لما تكلمنا عندهم في بدايه الموسم بان وفاق سطيف راه داخل في حيط، الناس خرجت قالتك لا خطيك ملونطوط، خطيك ما تسرار، سرار حاجه كبيره، سرار محنك، ها سرار دروك تخبى وهرب، غادي نجيب دروك سرار والعصابه اللي معاه التي هي اللي ردت وفاق سطيف لهذا الموسم. وتكلمنا بلي ملي ما غاديش تروحوا معاه فاخو، لكن الناس خلعهم بالهضره تاعها السحريه. وغادي تسمعوا خاوتي واش كان يقول في بدايه الموسم الاولى، جبد له نهار عندها في مثل هذا الوقت فات في القناه الانانيش تاع الجزائريه وقال بلي امبوسيبل نولي للوفاق وما خصنيش نكذب على نسمعك بيتي يا بيتي مسيو سرار. للاسف قلت لك بلي انت خرشف وكلام تاعي خرس، ما ادري قسما بالله يا خوتي سرار علاقتي جيده معاه، اتصل بيا بضربه انتخابات الفاف وقصرنا نورمال، ولكن هو على باله بلي انا تغلط نعطيك نورمال. اسمعوا واش قال في مثل هذا الوقت في موا جوي دوبي جوي ولا فان جوي، واش قال؟ اسمعوا خوتي السؤال تاعي، هل سيد عبد السيد حكوم سرار مستعد للعوده للوفاق الصيفي او رئاسه الوفاق الصيفي؟ انا لست مستعد يعني صراحه باش نكذب عليك خويا ونكذب على ونبيع الوهم للانصار، لا انا راني في عقلي، علاش غدوه خويا نجي نشد ويولي المناصر يقول لي ما قدرتش خلص الجواره والفكره وتبدل والفيسبوك واعر وامور، يقولوا يقولوا لي علاش جيت؟ ما عندكش دراهم ما علاش جيت؟ علاه نوصل روحي لا كيستيون هذه؟ اخي واحد ما راه موبليجي لي باش نرجع، اخسر واحد ما جا دار لي قال لي لازم ترجع. كاين ظروف فريق نحبوه اذا كانت فيه شركه وطنية نقدر نكون انا كما يقدر يكون انسان بلي كومبيتون باس جو في با اتر بريتونسيو، قال انا ومن بعد طوفان يقدروا يجيبوا ناس اخرين دوتر جون. صح لما جات شركه وطنيه يجي رجل اعمال، انا في المحيط تاع سطيف شويه سمعت انه ما كانش منها انا اقول لك المنطق لازم يفيق سطيف يعطيه شركه وما نروحوش نحسدوا الناس اللي يديروا شركه. يعطيك شركه بصح انت علاه جيت؟ انت جيت باش دير بروجيات وصوالح وبدو دوك الاراضي وصوالح، فما حكمتش، كانت نيتكم تخدموا بالوفاق سطيف. قلت لك يا حكم خطاياك من المشاكل، ولكن هاي قلت لك راك عاهدتني باللي ما تجيش تكذب سطيف. شو قلت لي؟ قلت انا كلامي ماشي قران هواري، قال لك راك تضحك، قلت انا كلامي ماشي قران. نسمعوا ثاني واش كان يقول باللي الفريق ما نحتاج دراهم بلاد دراهم دوله ما نحتاجهاش. اسمع هل
الضائقه الماليه تسمى المسؤولين. كاين امور كي سون بريوريتير على السلطات المحليه. كنفكر في مجلس الاداره اذا كان نقدر نجسدوا هذا الموضوع. احنا في كل مره قلنا بلي لن نكون عبء على السلطات المحليه. اش معناتها ما نكونوش عبء على السلطات؟ احنا ما نضالوش دوك نروحوا في ظل هذه الضائقه الماليه تسمى المسؤولين. كاين امور كي سون بريوريتير على الفوتبول. دونك احنا رحنا كمسؤولين نروحوا للولي ونقولوا عندنا اضراب السمانه الجايه لان اللاعبين لم يتقاضوا الراتب تاعهم ولا العلاوه تاعهم. احنا قلنا ما نكونوش في هذا بالعكس احنا نكونوا اون فورس دو بروبوزيسيون بور لي كوليكتيفيتي لوكال السلطات المحليه. احنا نكونوا قوه اقتراح ونطلب منهم باذن الله ان شاء الله نطلبوا لقاء رسمي نطلبوا المرافقه ما نطلبوش دراهم نطلبوا المرافقه. المرافقه في بعض المشاريع اللي هما من صلاحيه السلطات المحليه. دونك المشروع القديم يبقى بنقطه استفهام حتى نتكلم مع سمولي مراهم اهل البيت. لا هذه شابه هذه. لا نقدروا البلديه. احنا سي اون اريف دو مومون كو نو سوم اون سوسيتي بار اكسيون شركه ذات اسهم. احنا البلديه نوليو باذن الله بفضل الرجال وبفضل الافكار نوليو احنا اللي نعطيوها لا طاب نعطيوها احنا لي زامبو ما نروحوش ليها هي اللي تعطينا. ولكن احنا نطلب الا المرافقه في مشاريع الشركه. خاصنا مشاريع الشركه. جيتوا الوفاق باش تدوا بروموتور تدوا اراضي تدوا صوالح الوالي يغلق عليكم الحي راك خبر خلط لكم كلش يا وقلت بلي اش الحلف كي واعر يحكم والله يحكم نبغيك بصح قلت لك ذاك العام خطيك من الحليف قعد قلت لك راك هاني جبد روحك وتولي تصيف دوك تهاني الناس راهي تعاير فيك عصابه ومنا ويعاونوا فيك في الفيسبوك قلت لك يا حكم خطيك هذا الشعب واعر تاع دروك واعر هيا دروك غنتسل لك هيا غنتسل وليتو كاع عصابه دروك كاع ما نشوف لي باج غير عصابه عصابه هيا سي تحوس على شركات وتحوس ليك وقلتو بلي غادي نولو نروح نهضر لكم دروك على المشاكل اللي هم واقعين فضائح. شوف رجع رجع فريق وفاق قصير الشعب فريق هاوي 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 رحيل جماعي للاعبين والناس كاع باغي تلعب في السياره. الاولى قلت ما نحتاج دراهم تاع الدوله ودروك راكم تبكوا باش الدوله تعطيهم الدراهم صح راهم يقولوا 14 مليون تاع البلديه واحد يقول لك غادي يبدو بلوكوها واحد ما قالش غادي يديبلوكوها ما على بالناش. نروحوا الفضائح تاع الصيف. اول حاجه كانت عندي نهار مديه وما كانش عندي الوقت باش نحكيها البدلات الرياضيه كيف تروحوا تلعبوا في المديه ما عندكش لا توني يا حكو تروح تشري التوني بليده ما سي با ولا توني خرده درتها موف ما عرفتش ولا حمراء ولا زرقاء مانيش شافي عليها كونت المدية كنتو ساعة زيروكم تزيار ودخلتو بلا لي شوفمون تروحو جابو التوني وجاو لاربيت كان غدو تخد شوفور في مع المدية لوتيل اللي طرطقتوه تاع داك لي ميغري في المدية واحد يقول لك تاع الرديف واحد يقول لك تاع السينيور هربتو وخليتوه مولاه ايميغري هادي حالة هادي حالة سطيف ولا يهرب طرطق لي زوتيل ويهرب البي سي ار بلا ما نهضرو عليها بلا ما نحكو ندخلو في لي دوسي تاع البي سي ار يد لافا اللي درتوها مع غليزان وكذا وكذا. المليلة فضيحة من أتم معنى الكلمة هذه قليلة على بالها بها خاوتي والله من قالوها لي تشوكيت. قال لك كانوا سكري مول الماتش قبل الماتش يروحوا يخرجوا الخمسة ونص يروحوا الستة لعبوا في الليل في عين المليلة. أبا مول الوطيل دار لهم الواطا به بولاده داروا الواطا وبلعوا الوطيل على ليكيب. بلعوا عليهم خاوتي واه باسكو ما خلصوش الوطيل غير طراطق ودعوا تشهر. هايا كي التليفونات الو 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 حصلوا تالي كيف راحت لا مين فراوها مع قال لك انتر اونسون تليفون واحد في العالم جاب الدراهم سلفوا لها منا باش خلصوا ديك السيجور تاعهم في الاوتيل من دخلوا للسطاد كونت عين المليلة بلا لي شوفمون دخلوا ديريكت كيما صرا لهم مع مديه بلا لي شوفمون خسروا. هذا شو هذا اسمه التسيل الهاوي وزيد 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 فضائح سطيف صرا لها كيما هاك كارثة. نروحو تاني الفضيحة تاع الجوال تاع غانا اللي جبتوه ب 150 ألف دولار
جاب هذاك بوعود مع بولحيا اللي كان تاع التسريب الصوتي. غادي من بعد الصيفيه تخلص الفيفا، دوك يشتكوا بكم والجوار دروك ما قبلوش، ما قبلاش الكوكي، والجوار راه في دار الشباب في لوبرج، الماكله ما عندهاش باش ياكل. هاك تاع عندها يومين الجوار راه عطاوها شويه مصيرفه باش ياكل، هذاك الجوار تاع غانا. وثاني بولحيا المسيلمه، يعني خراه قال في الراديو قال بلي تاعنا خضيرة هذاك الكوك يسموه خضايري، قال بلي خلص تحت الدور التالي. وخضايري انا جم المقرب تاعه قال لك والله ما دي الدور يكذب الف راك ما عطاهاليش. ها ياس نزيدك تاني، نزيدك الكوكي كان يتو شي 200 رديتوه يتو شي 400 وما عندكوش باش تخلصوه. لي زاجوا كان يتو شي 70 رديتوهم ب 140. طردتو تاع الكونديسيون فيزيك مسكين وجبتو واحد التونسي تاني عطيتوه شكاره باش تاكلوا معاه. والكوكي داني ماتش تاع الشامبيون راه معول فيفا، راه موجد لابوكا موجد كعكوع لي زونتيرمون توالا راه شرا الما هو زيدو هايا. وهذا تاع نيجيريا ملي عرضوا عليه ب 50000 ما بغاش يجيبه، قال لهم نسييه ب 50000 ونسييه. وقالوا لي هذاك واه الزلفاني جابوه له 20000 وتشيبا يديها هذاك السكريتا تاع غانا 25000. وزلفاني من شافه طرده وعيط لي زاجوان تاع الكوكي قال لهم جوار خرده وخلا وكوكي داه سكاره. هنا ما على بالناش، ما على بالناش الصيف وراه لعب بهذه الطريقه. وراه هذاك اللي جوار ها غشا راح للترك، راح للترك نور مع بدون مقابل فانت كونترا. ولا يقول بلي هذا نسى سمح في الجمله 1700 مازال ما سمعت التصريح تاع غشا، قال لك ما منهاش سيد ماش ما يبغي يسمع في الجمله 1700 دي سالير بلي بريم جاتها جمله 250 في الشهر فوا دي موا بلس 200 تاع لي بريم. الجمله 1700 يسمح فيها هو فانت كونترا، راح فانت كونترا يقول غير حلفاي راه يصبر في الشعب هايا يطلق في الهضره كان والو هايا فهم عمورة تاني راه ما خالص بجوج دور وماش خالص العوافي قال لك احسن في الترجي و و و و والخساره مو تخسروا مع لامسيو بربعه. انا دوخت مي خسرتو مع لامسيو بربعه بيزا لامسيو كنتو تربحوها في وارن لي زاني تو على هادو تربحوها الي روتور، تخسر في عين مليله تخسر بارتو باغي تروح للشليف هاد خطر في بين كنت بيعوا لي ماتش واحد يقول لك راه يبيعوا لي ماتش وسيب انا ما نتهم حتى واحد ما عنديش ادله على هاد الامور. ولكن علاش وصلت الوفاق لهاد الامور الحرجه وقلت بلي انا لي زوار تاعي نبيعهم بالملايين المولاي وما نبيعش لي زوار على ما هذا غش علاش ما يقولوا في ثلاث في وسط العام حطيت له دراهمه وزدته 2 مليار طلعت له الصالير وجبته راح باطل الوفاق ما الوفاق ما دام منه والو. ها اش كنت تقول على اللاعبين الوفاق قلت ما نبيعهمش ها نسمع حنا نحلوا راس المال ونديروا الاكتتاب الجماهيري ونعتنا لنكونوا حنا اول فريق في الجزائر اللي يلحق لوطو فينونسمون بار لو بي دو سون سيبورتر. النادي لازم يحول لاعبين بصح وقتها لونتونت ني با اون ايبيسري اللي قلتها لكم ماهيش لونتونت واحد داخل ليبيسري ويشري طماطم في الفل ولا واش حب. لونتونت سي ان كلوب كي اون ايدونتيتي بيان سور واعر ويلعب على الالقاب وتهناو ما نبيعو حتى واحد سنه ما كانش اللي يطلبنا في البيع نقلبوا له نيجاتيف. نحن لا نبيع نحن لا نبيع وجوار راهم يروحوا باطل ماشي راك تبيع طلع راهم يروحوا باطل باسكو ما خلصتوهمش. قلنا لكم ذاك العام باللي الصناعيين تاع الصطيف ما بغاوش يجوا على جالكم عرفوكم بلي واحد ما بغى يسلف لكم دراهم. ها وليد صادي دخل معاكم وهرب دخلتوه وهرب قال لك انا ما وثقش روحي معاهم وفلان وفلان وعباس ولا كسموه كاع هربوا لكم. هيا وين راهي يا عم معاكم علاش معاكم علاش جزولا ليكيب كانت بايدي شامبيون رحتو وسختوها عليه الناس ماش بالدراهم على جالكم اروحوا قيلوا ليكيب يا زي سباكت كلاسو غير دوزيام تلعبوا لنا ليك دي شامبيون نسحقوكم سطيف نسحقوها ليك دي شامبيون ويجي كاش واحد ينقذ ما يمكن انقاذه. قلنا لكم باللي في الديبيت سيزون عصابه راهي كتبوا الوفاق وانا والله ما جيتش نحب هذا الفريق والله ما نحكي عليه في وفاق نبغيه بارمي لي زيكيب اللي نبغيهم بزاف من قلبي سي بورس انا نبغي نحكي عليه خاوتي. علاش حرام عليكم حرام عليكم تلعبوا بفريق عالمي كيما هاك مدينه نيف الرجله ها وكمشي الكوفيد راه والله تخلصوها غاليه يصدموا لكم بارتو
لا مع الكوفيد سلكتوا سلكم غير الكوفيد، نسأل الله بالهم تاع الكوفيد، الله يبعد علينا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله يا ربي، خاصة خاوتنا تاع الصيف اللي نعزوهم على الكارثة اللي صارت تاع الاكسجين، الله يرحم كل موتانا يا رب العالمين. هذه يا خاوتي نتمنى ناس الصيف الاحرار يوقفوا يديروا حاجة لو سي با، قلعوا هاد لي غلومون تقول هادو ما يسرحوش، ما عاد كيفاه بيزار تكون علي قلنا بلي عصابة، انتوما بغيتوا العصابة، ها بقايا العصابة، ها بقايا العصابة، واش دارت الصيف؟ خلاص الدوبلو سيس. ومن الفيديو ما لقيتهش تاع اللي قلت الاستثمار في الوفاق وما سحقش دراهم الدولة، مازال ما لقيته. تحية لكم خاوتي وانتو ديفلاجيلو، والسلام عليكم.